أولا قبل كل شيء نأكد على احترام كبير وتقدير كبير لكم لكم جميع الحضور الموجود في القاعة اللي باسم الصحفي بجميع الأطراف ديالو لا مسموعها ولا مرئية ولا مكتوبة. الحمد لله دائما كانت العلاقة هذه علاقة واضحة مبنية على احترام متبادل لا الوقت اللي كنت كلاعب كرة القدم ولا الآن كمدرب. فبالنسبة لي بغيت نأكد على هذه النقطة هذه وأحلى بكم مرة واحدة أخرى كنطلبكم كل تقدير وكل احترام لي. فيما يتعلق باللائحة المستعد لتمثيل المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة الأولمبياد 2024 هي كالتالي. كما تعرفوا من قبل نذكركم بأن احنا في الجروب بي اللي حطتنا قرعة منتخب الأرجنتين حطتنا كذلك منتخب أوكراني وحطتنا المنتخب العراقي كالثالث من قبل. المنتخب الأرجنتيني هذه واليوم إن شاء الله لننتخب جويل على الساعة الثانية بعد ذلك تجي المقابلة الثانية الذي بمعنى بالمنتخب الأوكراني على الساعة الرابعة ثم بعد ذلك المقابلة الثالثة المفروض المنتخب العراقي على الساعة الرابعة إن شاء الله. الآن نصحوا إن شاء الله الرحمن الرحيم على اللائحة ديال المدربين التمثيل طائرة وطنية والمنتخب الأولمبية 2024 حراسة المرمى منير الكجول رشيد غانمي محمد رضا عصمان الدفاع أيمن الوفي مهدي بوكانير أشرف حكيمي أكرم النقاش زكريا الوحدي عادل تحيج وهيثم منهوت وسط ميدان بنجامة بوشواري ياسين كشتا أسامة فرغالين بلال خنوس أسامة العزوزي أمير ريشاردسون ومهدي المبارك الهجوم المهدي موهوب عبد الصمد الزلزلي إلياس أخومش إلياس بن صغير وسفيان رحيمي.